عمله وفي جهاداته وفي احترامه لمهنته وفي ابداعه وكل قضايا الاسلام العظيمه والكبيره كان هو من الناس المحبين على نفسها بقلبه وبروحه وعقله ويرحمه عن شركه. مشوار نور الشريف اكبر بكتير جدا وقامته اكبر بكتير جدا من اننا نتكلم عنه في كلمتين. كل اللي نقدر نقوله دلوقتي ربنا يتجمده برحمته ويكثر المسيح لنا كعوار ان شاء الله. استاذ كبير، استاذ بمعنى الكلمه، واستاذ اثر بكل من قبله، اي حد شافه او اي حد احتك بيه، اي حد سلم عليه في الشارع هو اثر فيه تاثير ايجابي جدا. كلنا كنا بنحبه، علمنا كتير، استفدنا منه، تعلمنا منه. كان مثقف وكان فنان عظيم جدا، له فضل على اجيال كتير جدا وانا منهم، انه وقف جنبهم وساعدهم، وكان بيحاول ان هو ياخد بايد اي فنان جديد انه بيشترك معاه في عمل فني. مفيش حاجه تتقال، الحمد لله فقدنا حد مهم. عملت معاه ايام الغضب، وعملت معاه موسى فيلم ايام الغضب، وعملت معاه موسى في عمرو بن العاص. اتعلمت منه كتير جدا، التزام في المواعيد، التزام في الشغل بتاعه كله. لو تسالي اي حد في الوسط الفني نور الشريف علمه، اي حد اشتغل مع نور الشريف اتعلم من نور الشريف. Yeah.